الفنانين الكوميديين في الكويت والخليج له كاركتر جدا مختلف عن الفنانين الاخرين، يمكن شفنا غيبه جدا طويله منه من خلال الدراما او حتى المسرح، شنو اسباب هذه الغيبه؟ وهل راح نشوفه عن قريب في الدراما مع ضيفنا في الاستديو خفيف الظل بهلال؟ حياك الله ومساء الخير ومنورنا اليوم. الله يحييك، وانا من خلال قناه الراي امسي على الجمهور على المشاهدين، وامسي عليك وعلى اخوي صالح. تشرفت اني اكون اليوم مع، واعذروني ارجو انكم تسمحوا لي علشان التصوير. لا بالعكس، جاي يعني تستاهلون، وانا يشرفني ان من خلال قناه الراي بعد يعني بهذه المناسبه انتهزها، واهني الشعب الكويتي، الحكومه ودول الخليج والامه الاسلاميه بحلول شهر رمضان المبارك. الله يسلمك حبيبي يا ابو هلال، احنا اللي متشرفين بوجودك معنا. الله يسلمك. ترى انا ما ادري شنو قايل لك موعدنا على شوتر، بس ترى مو متاخر على شوتر، سواء كان يبيك يعني في قبل الحلقه بشوي، بس سواء كتايم يعني انت وصلت يعني بالضبط اكزاكتلي على الوقت المحدد، يعني ملتزم. ملتزم الحمد لله. اي بس يعني قالوا لنا ان انت متاخر، بس انت مو متاخر. لا لا مو متاخر. شنو التصوير اللي كان عندك يا ابو هلال؟ التصوير احنا ما شاء الله يعني عندنا عمل مع بعد من خلال قناه الراي، نحب نهني الطاقم اللي وياي صراحه، يعني احنا قاعد نشتغل، وتعرف رمضان على الابواب، والجمهور يستاهل انه احنا نقدم ان شاء الله لهم وجبه خفيفة من خلال تلفزيون دولة الكويت بعد الفطور مباشرة، اللي هو برنامج سنابات. طبعا اخراج نواف سالم الشمري، معنا فهد حيات، لو عدد الاسامي يبي لي منيو. الاستاذ احمد العنان، فيصل بوغازي، الفنانة الاخت العزيزة هيا الشعيبي، نور العميري، جمال الشطي، لول والملة، ومعنا بعد امل عباس كنا ضيفة. فما شاء الله يعني العمل ان شاء الله ما نبي نحرق احنا الفقرات، راح ان شاء الله يعني نقدم لهم وجبه خفيفه من خلال تلفزيون دوله الكويت. وهذا العمل صراحه اعتبره يعني عوده لابو هلال بعد غيبه. اوكي. وبس، وان شاء الله راح تشوف شيء يعجبك. انت ليش ما تطالعنا؟ ما اطالعكم انا. ما يطالعنا صح؟ اطالعكم انا متعودت على الحين الاضاءه والكاميرا، كل المصور يقول ايش فيك حول. انا اطالعك شيء اطالعك شيء، ما قاعد اطالعك. يلا بطالعكم بطالعكم على بس راح. اي لا تطالع فيني عادي. بس انا راح اذيك وايد اليوم بهلال. لا لا عادي، عندي وايد اسئله. لا انت بالعكس خفيف على القلب. والله ما اعتقد. ما عندي شيء انا صريح. كتاب مفتوح صريح. يطول لي عمرك. ابو هلال، ختمت تفاصيل هذا المسلسل والعمل ان انت بعد هذه الغيبه راح تكون هذا اول عمل لك بعد هذه الغيبه الطويله. شنو سبب هذه الغيبه اول شيء، والعتب الكبير من الجمهور لك؟ ما في، هو طبعا انا مستقر بدوله قطر من خلال بعد قناه الراي، نوجه لهم كل تحيه اهلي بقطر. واصلا انا في قناه الريان انتجوا لي يعني اساسا، يعني موظف في قناه الريان الفضائيه، وانتجوا لي يمكن ثلاث برامج وكذا، لكن بما ان القناه توها فاتحه وجديده على الساحه، والجماعه قاعد يشتغلون ويدعمون كل المواهب، فهذه على قولتهم الجيه. انا اعتبر ان الفنان مشواره طويل، مهما قدم مهما حبوا الجمهور، ها قاعد اطالع فيك زين، يعتبر حتى الاعمال اللي حبوك الجمهور عليها يبون المزيد ويبون العطاء، فانت من خلالها بالعكس راح تقدم كل ما عندك. صحيح. فانا اعتبر يعني نقول عوده حميده خلينا نسميها، بس من خلال برنامج سنابات هذا اللي بيطلع،
والكوكب اللي فيه. ان شاء الله انه باذن الله تكون يعني الجمهور اصلا الجمهور اذا حبك وهذا مسوين جماله فيك، يعني واحد يحبك وما ينساك خلال فتره. صحيح. يعني وهذا قصور مني انا اعتبره، انه يعني تعرف ظروف الاسره وعيال يعني وبيت وبنيان. يعني ما كان اعتزال. لا لا اعتزال شنو شيرين عبد الوهاب؟ اعتزال ما نعتزل، هذا الفن فينا. كان ظروف يعني هي اللي بعدتك يعني عن المجال الفني، وهذا دليل على انك بهلال تركت بصمه، فعشان كذي الجمهور الكويتي على وجه التحديد كان منتظرك ومشتاق لك ولك عوده في سناب على شاكلة فضائيات والمجموعة هذه من البرامج. هو تشرح لنا يا شنو هو؟ لا 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 أنا لا تكفى لا تمسكني من الدليل تعورني، خلى مفاجأة الجمهور. ايه؟ ويعني هو برنامج منوع فقرات كوميدية، قلت لك حتى اللي ويانا الكاركترات اللي ويانا وهذا، فمن خلالها إن شاء الله بنقدم وجبة خفيفة، أكثر من كذي ما راح أقول. زين شنو سر ألوان الشاديش اللي تلبسهم بنفسجي وبرتقالي؟ لا لا هاي شغل علي شويطر هذا ما عليك. لا علي وأخضر. لا لا هاي كنت شاريهم هدية حقه بالعيد بمناسبة قرقعان حق تخيل يعني بنفسجي برتقالي حلوة الألوان هذه الألوان الصيف. نسيت لأشتري له بعد فراولة شيء أحمر يعني. إيه أحمر. بس طيب. ما يجاوب دبلوماسي بهلال؟ لا 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 دبلوماسي بس بدون حصانة تخيل. شفت شلون؟ طيب حصانتك جمهورك الله يطول، وهذا شيء يشرفني، ومن خلال الجمهور اللي ما نسانا. وصدقني يعني الفن هو يعني اصلا محبة الناس، هذا اكبر فخر واكبر اعتزاز لي. صحيح. اللي ما نسونا بهالفترة، والجمهور الكويتي جمهور وفي، والكويت دائما سباقة بكل شيء، فأنا يعني أدير للجمهور اللي كانوا يسألون. وقلت لك أنا بداية حواري إن أنا مقصر يعني ما توصل لي ظروف معينة، بيتك أسرتك، فمن خلالها إن شاء الله برنامج سنابات، وأيضا عندي أعمال بإذن الله معروضة علي ما راح أقيب عن الشاشة يعني إن شاء الله. ان شاء الله راح ناخذ احنا اكيد تفاصيل هذه الاعمال اللي انت راح تقدمها في الفتره القادمه ان شاء الله، لكن خلينا نعرف. اتوقع انت غبت فتره طويله ورجعت للفن مره ثانيه، هل حسيت ان في تغير ولا لا للحين على جيل الطيبين؟ لا هو اكيد في تطور، في تغير، في وجيه جديده، في شباب طاقات طلعت. الفن ساحه للكل مثل اي شيء ثاني، المخرجين الكتاب. انا اعتقد انه الفن ما يبقى على الحال، اي مجال لازم يكون ولاد. صحيح. فبحكم ان الغيب هذا انا بالعكس انا والله العظيم اتمنى ان شبابنا اليوم ما شاء الله في جيل جديد طالع يعني، والفضائيات والكثرة والسوشيال ميديا، ففي ناس بالانستغرام الحين وبالسناب مشهورين اكثر من الممثلين. صحيح. فمعناته الموضوع عادي. يعني انت شايف مستوى الفن بهلال تطور ولا تراجع؟ تقدم ام تراجع؟ شوف رحمه امرين عرف غدر نفسه، انا لاني ناقد ولا شيء. انا اقول ان الفن بالعكس هو الفن زين، بس منو الناس اللي حتى يعني كثير نقعد يعني مع الاخوان وكذا يقول لك الدراما وما ادري وش، يعني بالعكس هو اللي حكم الجمهور وليس احنا. انت ممثل تقدم، يعني ابو هلال ممثل، تعطيني دور انت كمخرج ولا كاتب توظفني فيه. صحيح. يمكن ازيد عليه بس يبقى الحكم للجمهور، هو اللي بينقد ان كان كاتب ولا مساعد مخرج ولا كادرات ولا ركورات ولا يشوف شيء. فبالعكس انا اقول يعني الفن حلو، والناس اللي فيه ان شاء الله تكون احلى، والجمهور هو اللي يحكم بالاخير. صحيح. طيب ابو هلال احنا راح نعرف ترى سر اسم ابو هلال وهذا اللقب اللي انت خذيته. أيه. في حلقتنا لليوم، لكن راح نروح اول شيء تغطيه خاصه لاسيا لابز ريفا، نشوف هذا الكولكشن، بعدها نروح فاصل ونرجع مكملين مع ضيفنا. ما نقول على هالتقرير الا او ماي جاد. صح صراحه حق صراحه تقاريرها نار. لا سباقه للموضه. وتحياتنا حق اسيا، شوز نايس يعني بصراحه وايد. ولك اسرار على هالتغطيه الحلوه من ريفا. ويعني اللي بيشوف الكولكشن الجديد يروح حق مجمع الافنيو. صحيح صحيح، اكيد الكولكشن موجود خاص لاسيا وستايلات حلوه جديده. بالضبط. نرجع حق ابو هلال. ابو هلال حق افريقيا. لا ايش دعوه. لا قطه قويه. تفضل. اذا هذه اسيا احنا نطلع الفلبين. تحياتنا حق كل واحد اسمها اسيا. اي والله في وايد خوش اسم. ما يحبونك بعدين كل اسيا تصير ما تحبك. خاف ابو هلال. لا 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 وتفكر اسيا وافريقيا كلها كل شيء انا احبه. الكره الارضيه كلها احبه.
نعم تحياتنا لكل شيء جميل يا ابو هلال. ابو هلال انت شلونك مع الاناقه والستايل؟ تحب تلبس اشياء شيء غريبه مختلفه ولا بس دشداش وقطع عقل؟ احنا ما يبين علينا حتى لا لا دشداش وقطع عقل. اوكي نرجع لتسميه ابو هلال. يمكن هذا السؤال وايد نسالك ابو هلال، لما دخلت الى الوسط الفني ليش يعني قررت ان اسمك يكون ابو هلال؟ يعني احنا ابو هلال لان اصلا انا اسمي عبد الله هلال. نعم. مثلا محمد علي بو علي، فلان جاسم بو جاسم، فكذي يعني ما يعني ما احس يعني انت اخترته ولا في احد اطلق عليك؟ لا لا هو للامانه شوف ما يعني انا قبل حتى بالايام قبل الفن فلان بو هلال فما شاء الله على ابو فرح يعني المخرج نواف سالم قال يعني بعد ساهم بالموضوع قال غوار يعني غوار انت تشوف دريد لحا غوار غوار خوشي صارت يعني كذي والحمد لله ان بعد الناس تقبلونا كثر خيرهم ان ابو هلال خلاص صح ابو هلال. طيب دائما لازقه في كاريزما الفنان الكوميدي، هل تتوقع ان الكوميديا تعتمد على روح الفنان ولا ممكن ان اي شخص او اي فنان او اي ممثل حتى انه هو يكون شخصيه كوميديه بناء على النص اللي عنده اياه؟ طبعا الكوميديا مو يعني هو بعد تجي بالفطره ان ما في تصنع، في شخص يلعب دور الكوميدي بس ما عرفت ما يعني في كوميديا، في شخص بالمسرح كوميدي بالتلفزيون غير، في شخص الاثنان مع يعني ما بس هي تعتمد على روح الفطره على الموهبه على يعني هذا يبدو من وجهه نظري المتواضعه انه في شخص انت قاعد انت بديوانيه في شخص يقول سالفه يا عمي هذا متى يخلص؟ في شخص حتى لو هذا من غير ما يتكلم يضحكك صحيح. فهي من السهل جدا ابكاء اي شخص ولكن من الصعب جدا اضحاك اي شخص يعني والجمهور بعد على مدى تقبلهم يعني هذه بعد يبي لها هي بحد ذاتها علم مو ان بس اي شخص يبي يصير كوميدي يصير لا ما اعتقد انه هذه ما ادري يعني بس انه هم بعد العكس صحيح انه انسان متقبلين الجمهور كوميدي ويلعب دور دراما ويطلع يمكن ما يتقبلونه فالعكس صحيح فكل واحد يلعب في ملعبه اي يعني احنا ما نبي نقيم هذا بعد بس انت سالتني هاي وجهه نظري نعم. انا في شخص هاي وجهه نظري المتواضعه انه في شخص انا ممكن يضحكني انا معي الحين ابو غازي برا لوكيشن يذبحني من الضحك سلطان الفرج بعد صحيح وجه له من خلال برنامج تحيه يعني في شخص يعني انت وجمال الشطي صحيح بس لما بدليات رياكشن يضحكني صحيح منو اكثر شخص يضحكك؟ مو شرط تعرفه شخصيا يعني ممكن على مستوى الوطن العربي مستوى الكويت منو تعتبره يعني اهم فنان كوميدي او اكثر فنان كوميدي يضحكك؟ ما نقول اهم لا هم في كثير بس اللي على راسهم يعني حتى نتكلم على الخليج يعني العنب وعدنان من خلال برنامجكم صحيح استاذ القدير فنان عبد الحسين عبد الرضا شخصيه يعني نعم. هذا تعتبره اكثر اي هذا ما في كلام اصلا شهادتي فيه مجروحه صحيح حتى لو يتكلم على طول قطته تضحك صح تحياتنا للفنان الكبير يعني هرمنا في الكويت وبرج من ابراجنا الفنان القدير عبد الحسين عبد الرضا من اكثر شخص يضحكك اسرار غير ابو هلال انا عبد الحسين الفنان اكيد عبد الحسين عبد الرضا ووايد سلطان الفراي وايد يضحكني في فنانين حتى شباب يضحكوا يعني حسن البلام الفنانين ايضا اللي كوميديان كلهم يضحكون يعني عشان لا كلهم بس انه حتى لا في ناس ترى حتى لو كان كوميدي والناس تلقى جمهور يحبه بس السلفي الشخصيات تحس انها والله كنا شوي دمه ثقيل يعني كنا ما تبلعها صحيح هو يختلف يعني القبول يختلف يعني على سبيل المثال مصر احمد ادم في عندك حتى المطلين اللي قبل الشخص بس رياكشنه يضحكك ما تقدر يعني عندنا فيصل بوغازي اذا جاء يمثل قبل 3 2 1 اكشن والله نضحك صحيح نرجع مره ثانيه للكوميديا هناك فنانين كوميديين يعني احنا نعرفهم او تعرفنا عليهم من خلال اعمال على انه هو فنان كوميدي من طراز خاص بس لما يجي يشتغل اي مسرحيه او اي عمل مسرحي مع نجوم كبار او فنانين كبار نحس ان الكوميديا هذه ممكن تكون مو موجوده او يبتدي انه هو يفقدها او يعني يصير يختلف يعني الكوميديا تختلف عنده من عمل لعمل من وجهه نظرك شنو السبب يعني كنا مو هو على طبيعته يعني مثلا اذا شفنا الفنان الفلاني هني ككوميديا مثلا بالمسرحيه هذه يكون جدا كوميدي ويضحك اوكي بالمسرحيه اللي وراها يكون مو وايد كوميدي
شو يمكن السالفة؟ لا يمكن الكاركتر يتطلب، يمكن المخرج حطه وظفه هني، يمكن الكاتب له وجهة نظر. بس وايد مسرحيات الحين اللي تعرض يعني، واللي من خلال يعني حتى عندك الأستاذ أبو محمد طارق العلي على المسرح ما شاء الله عليه يعني. عاد كانوا يقولون انه في خلاف بينك وبين ابو محمد طارق العلي. لا انا طارق العلي من خلال برنامجكم اوجه له تحيه. لا خلاف على شنو؟ يعني في خلاف؟ طارق يعني شوف طارق كلام يتداول، وحتى بال يعني خلينا نتكلم بصراحه، انا مو البارح قبل البارح رحت وتشرفت بالسلام على ابو محمد، تربطني فيه علاقه، ان جاء قطر جيته. ابو محمد شخص نظيف صحيح. يعني ما عندي انا، يمكن اشتغلنا مع بعض فتره قد يكون لا نتفق بوجهات النظر، خلافات فنية. لا 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 مش خلافات فنية. لا ابو محمد مش انه خلاف على شنو أي. يعني انا ما طارق نجم وجمهوره ما شاء الله، يا رجل انا يا ليت نص الجمهور اللي يحب طارق يحبني. صحيح. وهذا اعتراف بالحقيقة. صحيح. الواحد يقول الصج وهذا صراحة، ما في مجال اني اجامل ولا كذا. طارق العلي يضحك من الكواليس، صوته الجمهور يفقد من الضحك. اوكي. يعني ما طارق نجم يعني، طلع ناس اشتغلنا وياه، صار بيننا عيش وملح، بس انه وجهات النظر يمكن انا مالي دور وياه، ومش ثنائي انا مع طارق انه لازم انحسبت انه لا فلان خالف فلان عشان كذا، ورزقتك ما حد ياخذها. صحيح. المقسوم لك يعني، شوف انا انقطعت صح فتره وكذا، بس في قسمه خلاص في خبزه لك موجود وبصمتك تاخذها ما في، والجمهور هو اللي يحكم على المسرح يتقبل فلان ما يتقبل فلان، فما في وجود. يمكن الله يجمعنا انا وطارق بعمل ان شاء الله. المشكله صحيح. طيب بهلال، هل تتوقع ان انت حكرت نفسك في اطار البرامج الكوميديه والدراما الكوميديه فقط؟ والله ما حكرت نفسي، لان شوف الممثل لازم يلعب حتى الادوار الثانيه، بس في مخرج له وجهه نظر قد يكون صح، انا بعد ما اقدر اني انا اضغط على المخرج اقوله او المنتج. بس انت تقدر تختار. اي يعني الناس تقبلتك ان انت كوميدي طيش طويل وسويت علاقات والعالم تقبلتك، تعال انت تقبلني بالدراما، لكن يتوظف. ممكن انا سويت مسلسل قطري يوم اخر من الاخراج احمد المقلى وجه له تحيه، وكان تأليف اخوي الفنان عبد العزيز جاسم وتأليف وداد الكواري. صحيح. لعب دور ودراما المسلسل يوم اخر وضرب عند الناس، كنت والناس دور صديق عبد العزيز جاسم بالضبط، انا المخربه هو شكله هو مخربني صدق زين. فالناس تقبلك. صحيح. بس ان انت بتحكر نفسك ما تقدر، لانه انت الجمهور خلاص حبك على هالشكل، يشوفك ممكن ينتقدك حتى النقد البناء، ما في مشكله ان يمسكك واحد بالشارع والله انت سويت هالشيء ليش سويت ليش كذا، تعرف الناس اذواق. صحيح. وانت لست كامل، كامل الله سبحانه وتعالى. صحيح. فانت تحاول ترضي الاطراف يعني قدر الامكان. نعم. يعني رضا الناس صعب. صحيح. الله يحفظك يا ابو هلال، وانت مكمل معانا اليوم ان شاء الله في رايكم شباب، وعندنا على راسي. يسلم راسك، وعندنا وايد اسئله وإشاعات. خففهم وسوالف. انا عندي تصوير والله يعني نوادي بقية من قاعد اقول لك الحلقه للست، بس ما دام عندك تصوير نخليها للسبع. ما عندك مشكله. التسع التسع ما عندك بعد شبدي. احنا انا يشرفني بعد. الله يسلمك. الشرف لنا. مكملين اخر دقائق من رايكم شباب من بعد الفاصل، نطرونا ومكملين اخر فقره من حلقتنا لي اليوم مع ضيفنا الفنان الكوميدي بو هلال. حياك الله للمره الاخيره معنا في برنامج رايكم شباب. ولكن العمل القادم اللي بتقدمه سنابات، هل انت مهتم في السوشيال ميديا؟ عندك انستغرام سناب ديره بنفسك وغيره؟ بو هلال مو بو هلال ها زين. ايش قاعد تقول هذا؟ بعد على السوشيال ميديا بعد ما دام يبغى يسوي لنا نشر نبي في الوارس احنا نبي نجمع يهلون علينا. هو الحين اللي مشغول فيه انا سنابات. العمل هذا على طاري السوشيال ميديا لازم يعني. انت الحين العالم عيالك بالبيت قاعد يترجمون اللي تصير على القنوات الثانيه بدون ذكر اسماء، المسلسلات وما شنو، ويعرفون لاعبين مدريد العالم طوره، فانت لازم تسوي هالشيء. الحين الخدامه تصور نفسها سناب. يعني الحين خلاص جاي انستغرام سناب، لازم تتواصل بعد مع الناس. انا كنت والله مقل بهالموضوع، بس لابد تسويه وسويته. شو المشكله؟ بالعكس خلي العالم تتواصل معاك، تعرف اخبارك انت، بس لازم تستخدمها بالشيء الصح.
إيه يعني بس هذا الكل له حق أن يستخدم السناب طبعا ووسائل طبعا السوشيال طبعا ميديا، طبعا يعني متاحة للكل، يعني أكيد في أنه هو التواصل يتواصل مع الاجتماعي الجمهور، مع أصدقائه، صار قرية صغيرة مع الحين العالم رفقاء. يعني إن... صحيح بالضبط. أنت راضي عن ما يحدث في السوشيال ميديا؟ وايد قاعد يصير في مشاكل وخلافات فنية، يعني في ناس وايد يشوفون أن السوشيال ميديا كانت سلبية أكثر مما هي إيجابية. لا 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 انا اشوف، انا عن نفسي تواصلي مع المتابعين او إيه جمهوري، امور ثانيه والله ما اتابع يا اخوي صالح، معنا صار يعني ما عليك لغط الأسبوع اللي طاف يا أبو هلال على السوشيال ميديا شنو صار الاسبوع اللي طاف مع الفنانة هي شعيبي، شو المشكله؟ شنو صار قول؟ الغشمره هاي ايه بس الناس خذوها من بمحمل آخر، في ان انت كنت بما قاعد حمل الجمل. تغشمر. ايه كنت قاعد لا لا تغشمر مع هيا، ايه نوجه لها تحية، ايه ما شاء وبعدين الله. الموضوع لا لا شنو اللي صار وليه، وانت تفاجأت من ردة فعل الناس صح؟ طبعا ايه تفاجأت، لانه مع ان موضوع الجمهور كان يدافع عنك يعني. هذا اشكرهم من خلال البرنامج، وهي شعيبي انا وياها بالعمل الحين قبل شوي واحنا نصور ايه قشمره وكذا، يعني ليش يكبر الموضوع؟ ايه احنا فنانين، انت قشمر شنو بنقعد بعد التصوير ما واحد ولا فلان محسوب على، لا 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 هذا من خلال انا اشوف امزح مع حيه، امزح مع فيصل، امزح مع سلطان الفرج، مع جمال، مع احمد العونان، مع ما ياخذ الموضوع انه واو يصير، بعدين ليش خلاف مع حيه شعيبي؟ انا توني جاي ما عندي خلاف معاه، لا صحيح يعني ما خذوا الموضوع ليش النهايه وبعدين بقول لك شيء، حتى يوم صورناه وبالانستغرام والله ما قريت الموضوع، بس احنا بعدين طلعنا للجمهور وقلنا بالسناب ايه والانستغرام صورت هي يا صحيح جماعه قاعد نتغشمر وقاعد نضحك وقاعد كذا، هي شعيبي اخت عزيزه وانا اعرف اكل اسرتها كل معزه وتقدير، وما عندي اي، واذا هي تمزح وبشمره وهذا يا يعني عرفت، بس قويه هي صح؟ هي ايه قوية قوية هي، لا ما شاء الله عليها، هي دائما مفهد ما شاء الله، تتحفنا باللوكيشن ما في اصلا، احنا ممثلين بالعادة احنا اللي بنقدم وجبة نبي نضحك، هي جاي يضحك العالم يعني، هي طيبة الكل يعرف، لا بس ساعات لا لا الناس انا اكبر من كذي يعني، ما تحب ان هي، انت عارفة اسرار شو السالفة؟ ها شفت ايه الفيديو شفتها مضيق، قالت تتصل فينا بس الحين مشغولة مفاهم بالتصوير. ما تضايقت من ردة فعل الناس؟ لا 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 بالعكس، الناس هذا من طيب صلة، اذا دافعوا وهذا وفاء منهم، لكن مش على ابو مفهد، احنا قاعدين نضحك ونتقشمر صحيح، ما في يعني ما يمكن طلع واحد ليش هو يبي ردة فعل من بولال يقول يصور اكشن وهذا، لا لا صحيح. انا مش موضوعي، انا لا ولا ادور خلافات مع حد، ولا ان بالعكس فنانين كلهم من اصغرهم لاكبرهم والله نحترمهم، ما كلهم الا كل معزه وتقدير، ما هي اصلا ما يجرى ان واحد يبي يزعل منه، بعدين انت تصور بسناب سناب يعني مسح وجه، تروح تطلع له ليش انت قلت كذا وليش انت، احنا تعذرنا وقلنا يا جماعه ترى مفاهد وقاعد توكلني وقاعد كذا، ما انا اشوف الموضوع اصلا ما له داعي، وايد عادي صح والله العظيم صحيح، ناس كبرتها على غير معنى وعلى غير سنة، وانقطت شيء مثلا ولا انا قلت له ولا انما هذا عادي، هي تتمون علي واخت عزيزه وكل زوجها ولاسرتها كل معزه وتقدير، ومش لو نصور انا وجمال ولا احمد العونان بيطلع نفس الكلام هذا، صحيح ليش ابو هلال انت سكت ما رديت وانت ما وتقول لك يا هذا الكلام ما هو الخير، احنا نقدم عمل، يعني انا مثلا هيا يكون بيني موقف انا وياها بالعمل ان مثلا تقط عليه واقط عليها، شو المشكله؟ تزعلون اكيد ما راح تزعل، انا بسناب او اكون انا مثلا زوجها ولا تكون رفيجها ما في، هذا عمل قاعدين احنا لوكيشن تصوير، في النهايه انت اخوان وزملاء واصدقاء بعد، لها كل معزه وتقدير والناس تكبر الامور، بعدين هي انا عفوا هي اعرفها انا من ايام مش اليوم وامس، صحيح اكيد هي عشره عمر يعني جمال الشطي الربع هذا من ايام فضائيات، اكيد يعني نتكلم عن 25 سنه صحيح، يعني انقرضنا المفروض احنا الله يطول بعمارنا لا لكم طوله العمر اكيد، راح نشوف مقطع محضرينه لنا فريق الاعداد خاص في ابو هلال، نرجع وياكم هاي فوق السفينة وتشوف الكش وتشوف إن شلون مفتوح السفينة، انت تشوف البحر الجمال الطبيعة، السفن الثانية لا تقولي ولا تناقشني لكي تطمئن، مغطينهم ما يبون، ممنوع الدخول، ما يتبطلون الا برقم سري، ممنوع التدخين، ممنوع، هذه السفينة يعني فندق، سفينة دوانية، كل شيء موجود بالسفينة، حتى عندنا مزايا يعني يمكن الكابتن يشرح لك مزايا عجيبة غريبة، صالون بالسفينة عندنا، يعني عندنا كل شغلة عجيبة غريبة ما سمعت أنها نهائيا موجودة، لا تقول لي إني موجودة، لأن أنا دائما دقيق،
دقيق بصناعاتي وما ابي اطول عليك لانك احرجتني وطلعت خصوصياتي، يعني من ناحيه ان لا تقول لي لا نهاية ضد العج ضد الغبار، مساحات متحركه موجوده بالسفينه بدون ماي، يعني وانت قدامك غبار مستحيل السفينه. الكابتن سبق انه مره صار عندنا الجو مضبضب، الكابتن استحل يشغل مساحات لان اعتياديا هي تمسح، هي تمشي يعني شغل غريب عجيب ما اقدر اشرح لك انا اكثر من كذا، يعني ما ارجوك يعني لا تناقشني ولا تحاول انك خوش مختار علي شويطر. اي طبعا اخذنا لازم نطلع تصج انت السفينه، هاي كلام ايش دعوه تايتانيك، هو تقليد اعتقد اللي مشهد من مشاهد الفيلم الشهير تايتانيك. ما تحب احد يطلع خصوصياتك صح؟ لا 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 نطلع خصوصيات ما عندنا شيء نغب، بالعكس قلت لك انا من البدايه كتاب مفتوح. نعم الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا في يوم من الايام يعني مدحك في قطر او في احتفال او ندوه طبط. شنو قال عنك ابو هلال؟ والله ابو عدنان هذا وسام على صدري وابو عدنان ما شاء الله عليه يعني عسى الله يعطيه طوله العمر، هذا قدوه لنا صحيح. كلنا كفنانين يعني على قولتهم قال لي ابو هلال قبل اصلا من قبل حتى لا اتواجه وياه بقطر الله يذكر بالخير كان يقول لي ابو هلال انت كاركتر انت مميز انت، هذا كله والله العظيم وسام على صدري لما يكون فنان كبير بقدر العم ابو عدنان يمدحك هذا تعتبره وسام، شنو قال شنو ما قال مو المهم، المهم الفكره. نعم. شنو الانطباع اللي قاله لك صحيح بس هذا وسام، حتى الفنانين الثانيين اللي انتقدك ولا قال ولا كذا بالاخير احنا وسط فني صحيح. ولا حتى والله العظيم اني انا اقول يعني ليش الخلافات؟ يعني احنا لانه انت بتشتغل الحين انا وياك واسرار وكذا بنطلع، اذا حسيت ان انت مش مرتاح مشكله صح، يعني هذه مصيبه معناته انت لازم حتى اللي يسئلك من انك تسمو وانك بالكبرياء مالك انك حتى اللي اسالك يا اخي تسامح العفو مو قاطع رزقك ولا شيء صحيح، خلاص انت رد وهذا رد وهذا مجال والناس قاعده مسلسل يصير حلقه اولى ها وشيء ما شفتوه بعد نسوا ياخذوا الكواليس شنو صح. صار والعالم السانسه هم على بالهم مسلسل العالم قاعده، حتى احنا ممكن كفنان تصير مشكله بينك وبين فلان، انا مالي ذنب بالشارع تفتيش يا اخي صار بين فلان وفلان، يا عمي انا فاضي لك ايش دخلني انا بين فلان وفلان وليش رد عليه شنو المشكله، وتقعد تكبر يسوون بلاوي متلتله لا لها اول ولا ثاني، فبالتالي التسامح حلو والحين مجبل علينا كل عام وانتم بخير رمضان يعني شهر خير وشهر محبه، واصلا الاصيل والله العظيم ما ياخذ شيء بباله ولا ياخذ شيء اللي معدنه طيب ما خلاص انت يا اخي مو ماخذ لا خبزتك ولا شو المشكله خله يقول ويقول انت اسمه ودائما الطيب ما يقول للي يذكر اللي اساء له ولا ومن الرقي انك انت بعد ما تقول انا سويت معروف بفلان ولا كذا شيء بينك وبين ربك صحيح. نعم احنا وصلنا للختام يا ابو هلال وشرفنا في الراي ورايكم شباب يطول لي عمرك وسعدنا بشوفتك، احنا اول مره نشوفك، انا شفتك امس او اول امس اي في الراي وان شاء الله دائما نشوفك ونسمع عنك اخبار طيبه يطول لي عمرك، سلامنا لهيا شعيبي ولشباب الفري ولكل الفنانين برنامج سنابات من خلال ان شاء الله وباذن الله نقدم وجبه يستاهلون الجمهور وان شاء الله بيشوفون شغل حلو متعوب عليه ومهما سوينا للجمهور احنا مقصرين، من خلالك بعد اشكرك يا اخوي صالح واسرار والمخرجه ساره والطاقم صراحه اسمحوا لنا يمكن جينا متاخرين واتمنى ان احنا طلعنا بشيء خفيف للجمهور وصدق مقصرين لكن الجمهور راح يشوف شيء ان شاء الله يعجبهم، مشكورين حتى الطاقم والفنيين ان شاء الله يعطيك العافيه والمعده اخوي علي شويطر تشرفت فيكم من خلال قناة الراي يعني ما نسيت أحد ترى شباب ما نسيت أحد رايكم شباب يشرفني وجودي معكم حياك الله احنا اللي تشرفنا فيك اليوم ان شاء الله موفق في اعمالك القادمه باذن الله الوعد الوعد لا تنسينا النشر الفلورس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عندها فلورس سوي لي نشر ده وايد وايد متابعين والله محتاجين لقمة العيش صعبة لقمة العيش صعبة يعطيك العافية ما قصرت على وجودك اليوم معنا وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم نلقاكم على خير إن شاء الله في يوم السبت على نفس الموعد مع السلامة باي باي مشكور.